حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوا دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. داس هاد النهار وجا نهار جديد. كانوا في المقبرة قدام قبر صغير. زهرة جالسة على ركابها وذبها شلال ويديها في الطراب الفاسك من يديها. كلتهم في جنبها، كلتهم وهي ديك الله بنيتي يلا نمشيو. زهرة وإلا جاها البرد هنا ولا خافت تبقى بوحدها؟ كلتهم وبوسينا حتى هما كيبكي وكيحاولوا معها تنهض. سلطان بعد عليها غير شاف حالتها قرب بعد عليها، شدها من الكتافة ووقفها. صافي تهدني زهرة، كل شيء بسببك، هي ماتت بسببك، طلق مني وكنظن هنا صافي سالينا. انطلعت منه ولقات اخر نظره على القبر ودازت من حدا غاديه بشويه وهي مدمره مخليه الكل وراها مع غير فاطمه اللي شاده في يدها لطيح. داز الوقت كان بالجناح ديالو جالس وكيضرب راسه باللور ديال السرير حتى حس بالخطوات حدا هز راسو. هي تبان ليه سعر كثر ما هو سعر. نضو شدها من يدها، يا قلت ترجع ما لقاكش هنا، اش باغا كدير هنا؟ ريهام انا باغا نكون معاك، شوف هي كتخلى عليك اي فرصه جات، انا كنبغيك بغيت نكون معاك. سلطان هي ما سوقكش فيها غير تغبري من قدامي، فهمتي؟ تخلصتي على خدمتك وغبري ما نشوفكش قدامي الا غندير فيك شرع يدي. ريهام ما بغيتش فلوس، بغيتك انت، انا كنبغيك يا سلطان. ما حسيت الا جراها من يدها انصرعت تقصحات ودفعها برا الجناح ديالو ورجع وقف وسط الغرفه كله كينهج. صونا التالي ديالو جاو، قام حتى هو كيسمع المضمون ديال الاتصال حتى طق. غدا غنكون تما. قطع وخرج للبالكون، بقى شحال واقف كيفكر في القرار اللي خدا واش نيت صحيح. عند زهرة وصلت للدار وفاطمه باقا شاده فيها واشرف حتى هو، حبستهم بيديها ودخلت للغرفه ديالها. قربت للسرير وهي شاده على بطنها، حيدت الشال من راسها وجلسات. كانت لابسه جلابه ضربات والسرير اللي كان عامر الحويجه ديال صغار ديال البنيتات، ودموعها نزلوا حتى راسها كبير على بنتها. زهره هزات واحد صالوبيت بالكمايم في الغوز مقطن وصغير، بقات كتشوف فيه ودموعها كيطيحوا عليه. سمحي لي ما قدرتش نحافظ عليك، سمحي لي ما نستحقش نكون ماماك، انا ما نستحقكش، سمحي لي. بقات على حالتها مع نلقى الحويجات اللي شرات لبنتها وكتبكي. القدر هو اللي حرمها منها. سكات على وضع الجنين فوق دوك الحويجات سدات عينيها وهي على نفس الوضع. دازو ساعات وهي غارقة في نعاسها حتى كتوعى لها صوت التالي مكسر الصوت اللي في غرفتها. هزت راسها دايخة مدات يديها للتالي اللي باقي كيصوني بهستيريا. زهرة الو بوتينا. زهرة خويا غيمشي، خويا غير جاي يخلينا مرة أخرى، ديري شي حاجة. زهرة ببرود ردت عليها آخر همي، قطعت ورجعت لوضعها. في حين بلاصه اخرى كانت كتشوف كلتهم بحرقه على اللي وصلوا ليه. بوتينا وصافي هذه نهايتهم كلتهم، ما عرفتش يمكن القدر مخبي لهم حاجات اخرين، يمكن البعد غيصلح كل شيء. كان واقف وسمع ردها، الشيء اللي خلاه يمسح على وجهه بحزن ويزيد يتاكد بلي القرار هو الاصح. رجع للغرفه ديالو كيقاد المسائل واللي خاصو حتى دخلت عليه كلتهم. نهدات من حالو، قربت لي حطت يدها على كتفو. واش الحل هو الهروب ولدي؟ سلطان لا ما عارفش، ولكن نعطيها الوقت، يمكن كيف قلتي البعد غيصلح كل شيء، واصلا غادي على قبل الخدمه وغنبقى نتبعها ونعرف كل شيء عليها، راه مستحيل نتخلى عليها. قلتهم مزيانه ولدي، غير هو دير بالك انت ما عندك الدخل، هذا راه المكتب، لله ما اعطى ولله ما اخذ. سلطان ونعم بالله، اليوم بالليل غنسافر. قلتهم ولدي ولا بغات تكمل حياتها مع شخص واحد اخر؟ سلطان ما تقدرش. قلتهم ولدي ولا كان قرارها هذا؟ شاف فيها وهز يديها باسها ابتسامه باهته ببساطه، لانه زهره السلطان العراقي وهز سميتو، يمكنش كل شي حد من غيره. دازو ساعات، وقف بسيارته في المطار الخاص وطيارته واجده دار الجهه الاخرى حلبه وابتسم. بقى كيشوف فيها كيف ناعسه كيسترجع اللي طرا في المقبره. كان كيشوف فيها كيف مدمره حالتها، حاله قرب لفاطمه، انا ما غاديش تخليك مره اخرى مستحيل.
داز الوقت من بعد ما كان غادي للمطار في طريقه داز لعندها للدار حلت ليه فاطمه سي سلطان سلطان زهره فينها فاطمه اسمح لي ما نقدرش نخليك تدخل سي سلطان كان دفع الباب ودخل لقى اشرف جالس غير شافو ناض قرب ليه بخطوه سمعت كلين شويه ما تدخلش عندها راك عارف حال سما ما تزيدهاش سلطان كان فضل تبقى بعيده اشرف انا السبب وانا اللي غنصلح كل شيء اشرف انا باغي غير اختي ترجع كيف كانت سلطان وسنا هذاك الشيء اللي بغيت وهذا الشيء باش يطرا خاصها تكون قريبه مني اشرف كيفاش سلطان غير سيدنا اختي غتكون معايا في الامان اشرف هز راسو اما سلطان دخل لعندها البيت كانت باقا ناعسه من كمشه باقا بجلابها واثر ديال الدموع في عينها وانفاسها ثقال شاف الحوايج ديال بنتهم حرقوا قلبو عليها جبد من جيب واحد الابره قرب ليها طلع لها لكم بشويه ودق لها الابره في يدها خسرت وجهها من الم الابره حلات عينها ببطء راسها كيحرقها بكثره ما بكات هزت عينيها شافت فيه انت سلطان نموت وما نتفرقش عليك يلا غتهضر حتى حسات من جسم ديالها كيتنمل عليها وطاحت على السرير مغيبه هز بين يدي وخرج بها اشرف كان واقف قرب ليه رد ليها البال سلطان هز راسو بقهوة وهبط تحنا هزها من السيارة وهي باقا غايبة وطلع بها للطيارة كانت طيارة واسعة وعلى شكل باهو صغير فيها أربعة ديال لي فوتوي وبار صغير وغرفة ديال نوم صغيرة دخلها لغرفة النوم وحطها في السرير ترتاح أما هو رجع خرج من بعد ما سد عليها وجلس في الكلابي كل تفكيره في هادشي اللي دار والصحيح ولا لا دازو ساعات كانوا وصلوا للوجهة ديالهم هي باقا ناعسة في غرفة أخرى حتى كتحل عينها حركاتهم بتعب دورات راسها يمين وشمال مستغربة من البلاصة اللي هي فيها وقفات متقالة شادة على راسها اللي كيحرقها دورت عينها في أرجاء الغرفة اللي ما كتبان ليها غريبة زهرة فين أنا بقات وقفة دايخة حتى كيتسمع صوت من وراها تحل الباب ودخلت خدامة من شكلها كتبان آسيوية زهرة شكون نتي خدامة كانت جرت من عامر بالماكلة وقفاتها جنبها وخرجات زهرة وكنهضر معاك شكون نتي خدامة ما جاوبتهاش وخرجات سبعتها بغات تخرج وتعرف راسها فين حتى كتزاطح معاه كان جاي داخل سخرجات فيه كان صغط ضحك ما شدهاش بين يديه شدات في حوايجو مزير عليه وهي بين يديه قريبة لي حلات عينها ملي عرفاتو من ريحتو اللي مغرباش عليها غير شافتو بعدا تراجع باللور تا شنو كدير هنا هو فين جبتيني سلطان جبتك لحدايا وفي جنبي حيت هادي هي بلاصتك زهرة ما تضحكش معايا حيت خليني نمشي سلطان ها وفين غتمشي راهم بعاد بعاد على دارك مده ساعات طويله زهره ولكن كيفاش ما فهمتش فين حنا سلطان استراليا دورت راسها يمين وشمال حتى كتجي هنا عليها حيت زجاجي قربت ليه حتى كتشوف المعلمه ديال سيدني مضويه بالليل حركت راسها ما فهمها والو بقات بعصبيه واش انت حماقيتي ولا مالك ما فيهاش واش انا كنقول بعد خرج من حياتي وانت انت واش كيحسب لك ما نقدرش نعيش ولا نكمل بلا فيك لا راك غلط شافت فيه بعياء معسل وجهها وجلست جنب السرير سلطان قرب ليها وجلس مقابل معها عارفه قويه وتقدري تكملي بلا بيا ولكن انا اللي ما نقدرش نكمل بلا بيك حكمي عليا باش ما بغيتي الا البعد بغيتي نموت نموت الا البعد عليك ما بقيتش غنتحملو نموت وما نبعدش عليك حطات يدي على فمه من كلمته الاخيره ونطقات في حزن كلكم كتفضلوا الموت على انكم تبقاو معايا ماما بابا بنتي ودابا حتى انت علاش وانا واش انا ما مزياناش سلطان بعدك عليا اصعب من الموت زهره راك انت الهوى اللي كنت نفسه ما نقدرش نعيش بلا بيه زهره انت ما فاهم والو قلبي راه تحرق بغيت نبقى بوحدي كلشي فيك غيفكرني فيها كنت باغاها تكون كتشبه ليك جمع وجهها بين يديه ومسح دموعها زهرة غير كتنخسس سلطان قلوبنا بجوج محروقين عليها خلينا نداوي جروح قلوبنا قربنا من بعضنا زهرة بقات كتشوف فيا بعيون دامها حتى ترمات في حضنها كتبكي كتحس بلي نيت محتاجة اللي يعنقها وتبكي على كتفو محتاجة العناق اللي يخليها تنسى خسارتها سلطان كيشم في ريحتها وهي كتبكي بحرقة علاش وقع هادشي علاش سلطان سلطان صافي ما تبكيش زهرة مازال موتي قبل اللي ماتت كنحس بها قريبة مني ومحتاجاني كنسمع غواسها في ودني معرفتش يمكن كنت غايبة فاش تزادت ولكن حس بحالي إلا سمعت نبرة ديال صوتها الصغيور سلطان ما ديريش هكا فراسك صافيش
زاد خشاها فيه أكثر، كانت محتاجة لحضن دافي ليواسيها ويتقاسم معها الألم ديالها بالهضرة ديالو، خلاها تنسى كل شيء وترتاح على دقات قلبه. بقات مدة كتشقط كتشهق وكتنغسس على صدرو حتى حس بها الترخات، كانت داها النعاس. هز بين يديه وحطها فوق السرير، بغا ينوض هي تشبت بين يديه ابتسم ورجع لعندها. في بلاصة أخرى وقف في المكتب عاطيها الظهر وهي كتبكي. طبيبة ردت لي عليا ودفنات البنت كاع، دابا رجع ليا ولدي كترجاك. دار عندها بعين شيطانية، مزيان مزيان اللي درتي اللي قلت لك، ودابا ولدك غتلقيه في الدار. طبيبة واخا والبنيتة فينا هي؟ هادشي ما عندكش فيه دخلتي فهمتي، وإلا خرجت هاد الهضرة من هنا راك عارفة اش غيطرى. عزات راسها بقى وخرجت كتعترف خطواتها، ابتسم ابتسامة شيطانية، خرج من وراها غادي كأنه ما داير والو، كأنه ما حرقش قلب أم على بنتها. هز التالي ديالو ودوز لابيل. البنت بخير مزيان، من بعد شهرين حطوها في شي خيرية تكون مزيانة. القطع وجه اتصال اللي خلى عينيه كيتحولوا اللون الأحمر والعصبية بانت ملامحو. زير على الهاتف من يدي وخرج ساعة هز طوموبيلتو كسيرة مخلي غير العجاج موراها. داز هاد النهار وجا نهار آخر، فاقت وهي ناعسة في جنبو بقات شحال كتشوف فيه. عاد دار ساعتيها بالظهر كان ناعس، حس بحركته وحل عينيه زاد كيشوف فيها زهرة اللي فيها مهنيها. تا كنتي معاها ياك؟ كنتي معاها تا هي تغزلتي بها؟ سلطة حل عيني وصحح من كلامها. شنو كتقصدي زهرة؟ انا شفت كل شيء، كنتي معاها وجمعكم فراش واحد، ولي مبغاش تفهمني علاش متشبت بيا وانت كتقدر تكون مع واحدة اخرى. سلطان وقف مسح على وجهه ورجع لعندها ونطق بنظرة تساؤل جدية، شنو شفتي؟ زهرة تقدت في بلاصة ونطقات، بغات تحط النقط على الحروف وما تبقاش هاربة بدون مبرر. كانوا فيديوهات لك انت وهاديك، راك عارفة اش من نوع من الفيديو. سلطان فهمها طيرة، قرب ليها ونطق قدام. والله كنحلف لك بلي كلشي قديم، كلشي قديم، راه كانت في حياتي شحال هذا وهكا كيبقى الماضي ديالي، ما عندكش ادنى حق تحاسبيني عليه. زهرة ما كيهمنيش دير اللي بغيتي، اصلا هي حامله بولدك ولا بنتك، انا ما نقدرش نحافظ على بنتنا. سلطان كلشي كذوب، حتى حاجه اصلا ما صحيحه، ما عرفتش علاش درت هاد الخطه الغبيه، واش كنت باغي نبين من وراها؟ زهرة شافت فيه بنظرة تشكيكية مخليها يرجع يصاف لون عينيها. كانت في المكتب ديالها ساهية وكل تفكيرها في الدرم اللي دارت. في المستشفى نهار العملية كانت فحصات زهرة وخرجت مبتسمة حتى كتحس بيد جراتها. طبيبة اش هاد التصرف؟ شاف فيها ونطق قبل ما تهضر، اسمعي مزيان، اش كنت؟ المرأة اللي داخل غتقولي بلي بنتها ماتت وغتخيري الأب بين البنت أمها. طبيبة اش كتخربق المرأة بخير وحتى بنتها، وغتكون مجرد ولادة مبكرة وصافي كلشي غيدوز بسلام. ضحك بشرو ونطق، لا لا ماشي كلشي بخير، بحال ولدك مثلا. هزت على وراها فيديو ديال دري صغير وسعت عينها من الصدمه. ولدي شنو كيدير؟ شنو كيدير عندك؟ فين وياك؟ ما وقعت لي شي حاجه. غديري اللي قلت لك ولدك غيكون بخير. الطبيبه ولكن ما نقدرش ندير شي حاجه بحال هكا. اوكي ودعي ولدك. قطع الفيديو ودوز لابيل كيحاول يخوفها، داك الوليد غير دير فيه اللي بغيتي. الطبيبه لا 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 عافاك، صافي ما دير والو، ما دير ليه والو من غير من هادشي اللي قلتي، غير ما تاديش ولدي راه هو اللي عندي. دكتورة فقت من تهوس على صوت الممرضة مساعدة لها، دكتورة انتي بخير؟ هزت راسها بقى وقفات عاطيها بالظهر تعني بالضمير كينهش فيها من الداخل. قصر العراقي كانت أجواء معطرة برائحة المسك والعنبر وصوت ديال القرآن الكريم معطر بقلوب ديال الناس. مولين جالسة ويوسف أو دافيد جالس قدامها، شخصية أخرى ونذف في جنبها كتشوف فيهم كيف منسجمين مع صوت القرآن، تحجب من ولدها كيف ولا. مولين امتى غتزوجو؟ يوسف ملي غدوز هاد الظرفية بإذن الله تعالى. ونطقات وحنيكاتها مزنكين بكل الحب، وهي في شخصية يوسف عشقاته وتمنات أنها تجمع معاه دار وحدة. 5 شهور وزيادة كانت كفيلة تشوف المعدن ديالو وتبغي حب طاهر نقي مفيه شوائب. ندى إن شاء الله. كلتهم جات هزة حليب والتمر، رغم الحزن ديالها فرحانة ليوسف اللي معتبرها بحال سلطانة وبتينة حتى الفرد الجديد اللي غيدخل لحياتهم. كلتهم مرحبا بعروستي غنولي عجوزة على 2 مرات. ندى ابتسمت بخجل وكلتهم عاجبها بتينة كن وراها نطقات بدون خجل.
وزينة بغيتيش تكوني نسيبة؟ قلت مشات فيها مصغرة عينها. أما وزينة بدأت كتدخل وتخرج في الهضرة كتحاول تنسي الموضوع. عند زهرة غير ولات شوية خرجت للدار كتشوف فيها وكتدور. قد سلطان خدام في الباسي. سلطان نعم هروح سلطان، أرجع للمغرب بغيت نبقى قريبة من قبر بنتي. سلطان سد الباسي ونهض لعندها. صالحنا سمحتي ليا شوية ولكن ما غنساهاش لك سلطان. ابتسم وجرها لعندو. يومين بالكثير مزالي شي خدمة ورجعو صافي. زهرة حركات راسها بقاه كتشوف فيه. قنت آخر كانت هزة الفيكس وبين يديها رقم كترعد وخيفة من اللي غدير، ولكن عدم الضامن ما خلاهاش ترتاح. حطات تالي وناضت. دخلت لغرفة ولدها كانت خاوية. طبيبة هو أكيد مأمن عند ماما، مستحيل نعيش في هاد العدم ونخلي أم قلبها محروق. أنا غلطت ولكن غادي نصلح الغلط ديالي. رجعت للبهو هز الفيكس ودوزت الرقم. غير تفتح الخط تلبكات وتوترات هضر ولا هضره واحلى لها في حلقه. طبيبه سي العراقي بقاتها بتلعتهم والخوف متملكها. الخدامه ويقصر العراقي شكون معايا؟ طبيبه بغيت سي العراقي. خدامه واخا واحد دقيقه. حطات الفيكس بدون ما تقطع ومشات لعندهم فين كانوا مجموعين. قالتها لكلتهم اللي ناضت جاوبت على الاتصال. كلتهم السلام عليكم. طبيبه سي العراقي. كلتهم لا لا انا الام ديالو شكون معايا؟ طبيبه انا بغيت سي العراقي في موضوع مهم. كلتهم ممكن نعرف شكون؟ انا الدكتوره اللي تكلفت بالعمليه ديال مدام زهره. كلتهم باستغراب والخوف تسلل قلبها فور ما سمعت سميه زهره. شنو واقع؟ طبيبه ممكن رقم سي سلطان؟ كلتهم سلطان وحتى المدام ديالو زهره خارج البلاد، ممكن نعرف سبب الاتصال؟ طبيبه هذا الموضوع خاص مدام زهره وسي سلطان، خاصني نشوفهم ضروري. اما كيتعلق بنتهم. كلتهم بحال الا ضرباتها القوه الكلام وحلها في حلقه. تستوعبات شنو سمعت عاد نطقات. كيفاش بنتهم؟ طبيبه كنتمنى سي سلطان يتواصل معايا في اقرب وقت. قطعات مخليه كلتهم مصدومه. غير بعات على راسها متصدمه ويتهز الدالي ديالها وخرجت للجرده. عند زهره وسلطان كانت ناعسه فراشها. دخل عندها قرب لقى اثر الدموع في وجهها. نهض بعد محيله قساهي في ملامحها حتى كيهز الدالي في جيبو. زو خرج برا الغرفة من بعد عليها سدلة بعد جا. سلطان مالك صوتك ما عاجبنيش، واش وقع شي حاجة معكم؟ كلتهم ولدي ما عرفتش ولكن الطبيبة اللي دارت العملية زهرة قالت باللي بغات تهضر معاك ضروري. سلطان شنو بخصوص اش؟ كلتهم قالت باللي بخصوص بنتكم. سلطان بحال الا تهوت كب عليه سلط ما بهرت ملامحهم بشوكية. ما عقلش على راسو فوقاش قطع الاتصال. دخل كينهج للغرفة باتجاه زهرة حتى وصل لعندها. وقف كيشوف فيها شوي حرك راسو بالعقل ونزل المستوى ديالها. دوز على وجهها بإيدو هي الأخرى فقط على اللمسة ديالو. حل عينها انتبهت اللون ديال المخطف ونظرة عيني وبدات يديها وبقات بصوت عيان. وقع شي حاجة؟ صوت لا لا غير أمور متعلقة بالخدمة وصافي. زهرة هزت راسها بآه ونبقات بصوت مكسور. عرفتي حلمت هزة بين يديها بنيتها صغيرة يمكن سارة ما عرفتش ولكن كان اجمل حلم شفته في حياتي. سلطان زير على يده وسد عيني ما بغيش يخليها تامل كما تامل هو. يقدر يستحمل الصدمه هي لا. سلطان رجع للمغرب هاد الليله. زهره مزيان ولكن خدمتك اجدرتي فيها. سلطان ما ديرش بالك راه يتكلم بها صاحبي. زهره واخا اصلا بغيت نرجع وها كنبقى نزور ساره على الاقل كل جمعه. سلطان شد وجهها بين يديه وعنقها مزير عليها. داتو ساعات ديال السفر طوال عليه وكيتسنى غير امتى يوصل. زهرة غير ناعسة بسبب الدواء اللي كتاخد. غير وصلوا كان الصباح قريب يصبح. هز بين يديه دارها في السيارة ونطلقوا باتجاه القصر. وصل طلعها معاه الغرفة خليها ترتاح وخرج البالكو كيتسنى غير تشرق الشمس. داتو دقائق قلال حصابت لتحت في الجردة كان واحد من رجاله. العلوة لقيناها سي سلطان تبغينا نجيبوها؟ سلطان هز راسو بلا وطلع سيارته وكسيره في اتجاه العنوان اللي تعطاه. في بلاصه اخرى عاتب الدار والبرو رجع قدامو. علاش مشى ورجع بهاد السرعه؟ خاصنا تعرفوا علاش. واخا سيدي الاب مات كنظن هذا هو الوقت اللي خص اعمالي يوليو مع ولدو. قريب نتلاقاو سي سلطان العراقي. احس براسو الا كان حدا دار الطبيبه
طلع مع جاجته وكل تفكيره في الهضره دمه. دق في الباب بالشهاله، غير تحل خرجت هينافيه ولات كترعد. سلطان صبر راسه ودخل دار فيها، سدات الباب ودخلت من وراه. سلطان هضري. الطبيبه كتدور في عينها وكتفرك في صباعها بتوتر. سلطان انا مصبر راسي عليك على ديك الهضره، شنو معناها؟ الطبيبه نهارت بالبكا قدامه وطاحت على ركابها. خطف لي يا ولدي، ما كنتش بغيت ندير هكا، ولكن كنت مجبوره. دابا بغيت نقول لك الحقيقه حيت ما كنقدرش نعس من عذاب الضمير. سلطان شرحي لي شنو كتقولي. زادت فوتيره البكا وهي كتهضر وكتنخسس. هو قال لي قولي لهم البنت في خاطر، وملي تزاد قولي لهم تولدت ميته. سلطان قلبه بدا كيضرب بالشهد، مسح على وجهه كيحاول يهدر راسو وفهم القليل من كلامها ونطق بنبرة امل. يعني بنتي بقى عايشه ياك؟ الطبيبه اه، ولكن ما عرفتش فين هي. داوها ما عندي ملي تولدات. سلطان نفس كانه حمل كبير تزح عليه. هي بقى حيه؟ شكون هذا؟ هضري. الطبيبه ما عرفتوش وما عرفاش حتى سميتو، هادشي ما عرفاش، ولكن ما عرفتش. سلطان اه هادشي ما عرفاش، ولكن كتعرفي تمثلي. الطبيبه كنت مجبوره كنحلف ليك، كان خاطف ليا ولدي. سلطان غنتحاسب معاك من بعد، مازال ما ساريناش. خرجوا قبل ما يطلع الطوموبيل دوز لابيل. سلطان هاد العنوان ديال المستشفى، بغيت تسجيلات الكاميرا ديال هاد الاواخر كلهم. عند زهره فقت من النعاس، شافت ارجاء الغرفه عرفت بلي يرجعوا للمغرب. والغريب في الامر انه ما كاينش. هبطت من السرير، ناضت دخلت الحمام، غسلت وجهها، شافت المرايا، حطات يدها على كرشها ونطقات بصوت مغنغن بالبكاء. انا باقي غير شهرين وكنت غنفرح بيك. جلست في جنب السرير في جنب البينوار، دارت وجهها بين يديها والدموع نازلين، كتحاول تصبر راسها ولكن حرقتها كبيره. طلق الباب ديال الحمام، هزت راسها ونطقات بصوت مغنغن انا خارجه. كلثوم من مورا الباب فهمت ملي هي كتبكي. كلثوم واخا بنتي خدي راحتك. رجعت للمغسل كتغسل، غسلت وجهها وخرجت كانت تهزر فوطه وكتمسح وجهها بالماء. كلثوم لطلع عندها نقاتها، كانت محتاجتها هي تاع النقاحة، وطاتها بيدها وخشات راسها كتبكي. كلثوم والله يهديك بنتي، بارك عليك من هاد البكا. زهرة كنت نقدر نفيق هاد الصباح على صوت بكاها، ونهز بين يديها ونحط حدايا ونعطيها ترضع وغتسكت، وانا غنقلع في شعرها الكحل. اه كان غيكون كحل بحال ديال سلطان. كلثوم ساكته على ما بها، وسلطان اللي وصاها ما تقول والو، سدات عينها وجرتها حتى وصلوا للسرير وجلساتها وجلست جنبها. كلثوم ربي كبيره بنتي غير صبري. ظهرت نهادات نهيده طويله كتلخص فيها الالم ديالها كله. بغيت نمشي نزور قبرها وندير شي صدقه بسميتها. كلثوم زيرات يديها وتنهدات ونطقات واخا يكون خير. يلا هبطيت فطري. زهرة ما فياش. لا واه بنتي نوضي تاكلي، وسلطان راه مصين عليك. زهرة ابتسمت ملي سمعت اسمه، نضت معاها. نزلوا لتحت وبزز باش فطرات معاهم. في بلاصة أخرى كان غادي جا ورا شاب يكون في العشرينات من عمرو، قالت لقدام عدد من الشاشات فيهم الكاميرات المراقبة. سلطان تسجيلات هاد الأيام الأخيرة. شابها هما طلق الفيديو كيبينو خارج المستشفى وداخلها، وليكولوار ديالها والمسعد، كل بلاصه سواء صغيره ولا كبيره. بقى مركز مع التسجيلات اللي كيدوز واحد مورا واحد، حتى بانت ليه الطبيبه طلب منه يوقف. سلطان زومي يا هنا، بدا كيقرب الصور وكيزومي على الوجوه، كان باين وجه الطبيبه. اما الشخص اللي واقف معاها كان عادي بالظهر، كتبان غير رقبته وظهره. سلطان كيشوف مصغر عيني في الشاشه كانه تفكر شي شخص، الا انه ما متاكدش، بصح على وجهه وجه كلامه للشاب. قلب على شي تسجيل يبان فيه نفس الشخص. الشاب هز راسو بقى وبدا كيقلب كيعاود، والو ما لقى حتى التسجيل اللي باين فيه وجهه. شاف فيه سلطان مخنزر ونطق بعصبيه. رجع قلب تلقى شي حاجه، بعد منه هز التاليف ديالو. سلطان هاد الشخص اللي غنصيفط ليك بغيت كاع تحركاته يكونوا عندي دابا. قطع ورجع وقف عيني على التسجيلات. عند زهره كانوا مجموعين في الصالون، وظهر حاضر على صوت التفكير واخدها لعالم اخر. كلثوم اش درتو انتي وسلطان؟ زهرة فاياش مثلا؟ كلثوم علاقتكم؟ ما عرفتش، ما هضرناش في هذا الموضوع كاع. كلثوم وما يمكنش، راه بغيت نفرح بكم. زهرة يكون خير واخا راه مازال ما نسيت قصه ديك الصفريطه اللي معاه. كلثوم قلبات عينا مويا ونطقات يا كيسه يخلاها، كنت شوفي كيف جرى عليها. زهرة بصح
حلات الراس وخرجات ما كايناش اللي تاخذ بلاصتك لا في قلبي ولا في قلوبنا. زهرة عمقات وكلت مباتلها في راسها فرحانه. زهرة غنمشي نشوف اشرف وندوز البوتيك نشوف شنو واقع فيه. واخا عزات كلت مع راسها بقاع نيت باش نبدل الجو ونسى شويه. زهرة طلعت البيت في الدريسينغ لقات دي شاسي فيهم حوايج ليها هزات منهم وبتلات عليها ولبسات عليها كومبلي في الابيض تحت تيشيرت في الخضيضر وصبادري في البيض وخرجات في اتجاه الشقة ديالها. مسافة الطريق كانت حدا الموبل وقفات وهي تهبط يلا حطات خطوتها الاولى وهي توقف قدامها السيارة. هزات براسها بالاستغراب حتى لمحاتو وهي تعقد حجبانها وهبط وقرب لها. عماد تي بخير علاش ما كتجاوبيش في التالي ديالك خلعتيني عليك. زهرة انا بخير وانت كيف بقيتي؟ عماد بخير. زهرة كتشوف في الكمادات اثرهم خفيف في القدمات اثر مخفيف بقى في وجهه وفمه. ابتسمت لي وعماد قرب لها ونطق كنت اسف على اللي وقع كنحس بالذنب انا لي سبب في اللي وقع. زهرة لا ما تقولش هكا ما عندك دخل في اللي وقع. عماد مد يدو غيحط على كتفه حتى حس بها تنصرات وبين يدين اللي قاصحين. هزات عينيها ويبان لها واقف جنبها وعيني على عماد ويدو لي شاد بها يد عماد كيزير عليها حتى عماد ظنك مغاش يبين. زهرة سلطان سلطان كيبان ليا دروسك دروس ديالك ما كتحفظهمش مزيان. زهرة بلعت طريقة وهي كتحاول تهدنو. سلطان شاف فيها كترجع بعينها تلطلق منه شبك يدو مع يد زهرة ونطق لعب بعيد ولا راك عارفة اش غادي يطرا. جرها وطلعها في الطوموبيل ديالو. اش كدير؟ بغيت نشوف اشرف. سلطان راك نتي اللي كتعطيه وقت لقتلتو ما تلومينيش. نهدات وسكتات ما فيها اللي يتناقر معاها عاود. بعد مرور يومين وقف بسيارته قدام مستشفى كبير وهبط وزهرة معاه قرب ليها شبك يدو مع يدها ودخل جارها من يدها وهي ما فاهمه والو. كان كولوار طويل جارها من موراه. زهرة شافت فيه ونطقت تساؤل ياك غنمشيو نزورو سارة؟ سلطان غنزوروها. زهرة ما فهمتش خاصنا نكونو في المقبرة على شحال هنا؟ سلطان حينت بنتنا هنا. قلبها بدا كيضرب كيضرب نطقت بسلاحته وكلها كترجف فين هنا ما فهمتش. سلطان قرب عندها جلس على واحد الكرسي اللي كانوا في الجنب. انا عارف هاد الشيء غيجيك غريب بقيت ساكت غير باش نتاكد عاد نقول لك كل شيء ماكش بغيتك تاملي وانا ما متاكدش. زهرة شنو كتقول ما فهمتش لاش حنا هنا؟ نهد ونطق بنتنا باقا عايشه. زهرة كتشوف في بعدم تصديق الكلام اللي خارج من فمه ما فهمتش كيفاش باقا عايشه ولكن قصه طويله اللي بغيتك تعرفي بنتنا راها باقا عايشه ما ماتتش. زهرة الدموع نزلوا لعينيها سدات على فمها معرفة ما تقول شوية مسحات دموعها. ما تضحكش عليا ما غنسمحش لك عمري نهضر معاك مازال لك سي كتضحك. سلطان هادشي ما فيهش الضحك. صافي تلعبات علينا لعبة خبيثة ولكن اي طرف فيها غياخد جزاءه. زهرة دابا هي بقى حية ياك ما ماتتش يعني بنتي غنشوفها مرة اخرى؟ سلطان وغتكبر وهي جنبك. زهرة دموعها كينزلو وهي كتحمد الله وكتشكرو في لحظة قفزات من بلاصتها. خاص نشوفها غنحس بها الا كانت سارة راه غنحس بها. سلطان مزير عليها اصلا راه تاكدت راه هي بنتنا يلا اجي. جرها ودخلوا لواحد الغرفة كانت غرفة خاصة وفيها حاضنة وحدة. زهرة قلبها غيسكت بالحق طريقة وهي كتقرب ليها. كانت صغيرة بشعر اسود داري لها ليكوش وكانوا عينوها ايوناتها فحميتين محلولين كتحرك في ديدياتها ببطء. زهرة هي هادي؟ سلطان كان قدم ليك زهرة العراقي مايمكنش بنتي ما ماتتش هي باقا حية. زهرة هي هادي؟ كتفكي والدموع في عينها ونطقات بسلعتهم كلها كترهد ودارت عند سلطان ممتيقاش هادي هادي بنتي. سلطان قرب ليها وشار الحاضنة كان قدم ليك زهرة العراقي بنتنا. زهرة مايمكنش بنتي ما ماتتش هي باقا حية ياك سلطان هي هادي؟ بنتنا عايشة هيا رجعت لينا. رجعت لتافتات لجهة الحاضنة قربت ليها بخطوات ثقال كتزيد خطوة وكترجع جوج خطوات حتى وقفات حداها. كانت البنيتة كتحرك في دياتها كتبان صغيرة عميلاتها محلولين شوفها هكا وهكا. زهرة قلبها غيسكت بالفرحة والتوتر المشاعر والأحاسيس تخلطوا عليها. خشات يديها في واحد تقويتها في الحاضنة وشدت يد بنتها وبلعت ريقة من الملمس ديالها الرطب خايفة تأذيها. بنتي نسي بنتي شويه بعدات يديها ودارت لعند سلطان والدموع نازل على عينها.
انا ما كان حلمش سلطان ياك، انا ما كان حلم. لا ما كان حلميش، صافي بركة من البكاء هي من يديك زهرة. بغيت نبوسها نعنقها مش مريحسة، علاش حرموني منها؟ اش درت ليهم؟ سلطان كان وعدك غير عقبهم كلهم. زهرة انا بغيت نشوفهم ميتين. تهد ناس عاد رجعت عند بنتها فرحانة بها دقائق ويا الحالة. تجا الطبيبة اللي تكلفات بحالة سارة. سلطان هز راسو للطبيبة اللي وقفات كتشوف زهرة بقات فيها، خصوصا وهي عارفة اش واقع. طبيبة مدام زهرة بنتك راه بيه خير ما تخافي والو. زهرة وعلاش باقا هنا؟ طبيبة احتياط، اما دابا راه تقدر تتأقلم مع الوضع رغم انها دازت قبل وقتها، الا انها ماشي بزاف وتقدروا تاخدوها وتكون بيناتكم. طبيبة غير هو كاين واحد الاشكال. زهرة شافت في السلطان مخاوف ورجعت شافت في الطبيب ونطقات، شنو واش عندها شي مشكل؟ طبيبة لا غير لاكتي غدر تاعها طبيعيا، فخاص نديرو واحد العملية بسيطة وسحب بعض الحليب من ديالك، حيت كيف عرفت من نهار تولدت مرضعات من التادي ديالك باش نسحبو الحليب اللي ما صالحش ليها. زهرة اكيد اكيد. طبيبة ونخليكم. زهرة شافت السلطان وابتسم ليها شد لها في ايدها. خرجت الطبيبة اما هما وقفوا كيشوفوا في بنتهم تمرة ديال الحب ديالهم قدامهم وهما فرحانين. رجعت الطبيبة ومعها زهرة بعد ما تمسح بالحليب اللي جمع في صدرها. كانوا حطوا ليها كنابي صغير حدا الحاضنة وشار ليها سلطان تجلس وهي متحمسة امتى تشد بنتها من يديها. الممرضات حلوا الحاضنة وحدة فيهم هزات البنيتة وقربتها لزهرة ومدوها ليها. مدات يدها لكيرشفو شداتها بين يديها. هزت راسها شافت السلطان بعيدة من تصديق، قرب ليها وجلس في جنبها وهي عاونوها الممرضات تعطيها الرضاع، خصوصا البنيتة تعودات على الرضاعة في هاد الأيام. بقاو معاها حتى غدات عندها التالي مع نزها ودات كترضع. حست بلحمة تشوك، هي حسات بالأمومة، يمكن يلاه سرات معاها بلي بنتها حية. تشحقات ودات كتبكي من جديد. أنا معرفاش كيفاش غنوصف الشعور ديالي ولكن فرحتي ما غنعطيها لتا واحد. سلطان بس لها راسها وعنقها ويعينها على بنتها وبديتها اللي على صدرها. كان احساس زوين وهي بين يديها، دموع ما حبسوش وصار كترضع. واحد الهدوء كانت عليه كانها بحال في عالم اخر في دنيا واحده اخرى. سلطان حاوطهم بيته بزوج وعينه على زهره اللي رجعت لها الفرحه والابتسامه من جديد. داز هاد النهار وجا نهار اخر فاقت وهي كتشوف جنابها كانت صار حداها بس راسها بحب مخليها تبدا تكشر باش تفيق. زهرة بنتي انا الحبيبة ماما. قطع الغزل ديالها بنتها ملي خرج من الحمام، لبس سروال كيطمع ونصو عريان وشعرو كيقطر. زهرة بعد عندك جيت تفزك هتمرض. سلطان ضحك وقرب ليها. نو ما غنفزكش بنتي. زهرة بعد مني عندك تفزكني حتى انا. رجع باللور رجع للدريسينغ وقفات ومشات لعندو. زهرة سلطان دار لعندها عارفة غتجبد نفس الموضوع. سلطان بلا ما تسولي على شي حاجه بنتك رجعت لك، ما تبقى اللي تبقى انا غنتكلف فيه. زهرة ولكن من حقي نعرف او لا؟ لا سلطان شوفي اللي عليك نسيه قابلي بنتك وربيها وخليني انا نتكلف الباقي، ورب الكعبه غنخليه يتمنى الموت وما يلقاهاش. زهرة ولكن شكون باش غندير حسيات ديالي؟ سلطان ما تحتاجيش تعرفي، يلا غنخليك تخلي البس ويا قلبات شفيفه بعدا مريضه. ورجعت لعند بنتها. سلطان غير لبس عليه خرجوا باسهم بجوج فراسهم عاد هبط وهابط. كانت كلتهم طالعه عندهم. كلتهم ولدي فين غادي؟ سلطان غنقاد شي امور هاد القبر ونعرف الجثه اللي دفنا ديال من ونحيد سميه ساره من القبر وندير شي حوايج اخرين خاصين تقضيهم ضروري. كلتهم باغي تقول والو على مول الفعله، سكوتك هذا ما كيبشرش بالخير ابدا. سلطان اللي كيدير ما كيقولش، يلا نخليك. خرجها السياره كثيره مسافة سترا. كان فواحد الشانتيو ديال البني واقفة الخدمة فيه. هبط حك لحيتو عاد تم داخل. الرجال كاينين في كاع البلايص. قبل ما نكمل القصة بغيتكم تخيلوا معايا شكون هو مول الفعلة. بغيت نقرا الاسم ديالو في التعاليق ونشوفو شكون اللي الخيال ديالو واسع وقدر يعرفو شكون هو ونكملو دابا القصة ديالنا. هبط لواحد البلاصة بحال لاكاب كبيرة البودرات فيها في كل بلاصة. بقى غادي غادي حتى وقف حدا واحد صندوق اسطواني الشكل عامر بالماء. كان كيبان فيه بلي فيه شي شخص. سلطان بدا طالع بعيني حتى لاعلى الصندوق وضحك في استهزاء. ياك ما عيتي عماد كان الماء واصل لعنقو مي مغروسين في الحمو زوج خطافات مخلينو ما غيغرق ما كيغرقش وفي نفس الوقت كيتالم والجرح ديالهم متعفن. عماد النفس مقطوعه فيه لسانه ثقال عليه. سلطان
كنظن اللحم كيكون وجد وطاب من حد ديال البحر تكون قربت تذوبو. عماد ما قادرش يهضر. سلطان شاف واحد من الرجال وهو يضغط على واحد البوطون تتسمع صوت سلسلة حديدية. كانت عماد كيطلع من الصندوق وكيبدا يبان الجسد ديالو من كثرة بقائه في الماء ولا رخو باغي غير يغوت يعبر على الألم ديالو الحاسبي، إلا أن الصوت بح ليه تكشف على جسده العاري بالكامل وهو معلق في الهواء. وخرجوا دوك الخطافات اللي معلقينو بيهم من كتافو تجا طايح في الأرض كلها كياس دخل في الجسد ديالو مخليه كيتألم أكثر وأكثر. سلطان فراسك جيت غير ندير لك الطقوس الوداع اللي تلاق بيك، لعبتي مع الشخص الغلط، عطيتك تحذيرات ولكن ما فهمتيش ما عندي ما ندير لك. شاف رجالو شار ليهم فهمو وجاو جرو في الارض بدمو بدون رحمه. سلطان كل عقلو نهار عرف بنتو ماتت وصوره زهره وحالتها كيف كانت. لاحو عماد في واحد الفوسي محفور ما قادرش يهز الراس، لحمو كيتمزق ولا بيض حس الدم ما فيه. السلطان وقف كيشوف فيه من الفوق دم دادرو زاد هو غادي عاطي بالظهر وشاف حالاتو. سلطان هز طوموبيلتو ومشى عند زهرة. كانوا دايرين بصارة كل واحد كيهز حقو ويحط الاخر حتى هو يهز. كلتهم وبعدي من نهارها بقى صغيرة بوتينا وخليني نشد بنت خويا راني فرحانة بها بزاف. زهرة غير كتشوف فيها وخايفة لا تطيح ليها بحال الا هز قلبها. كلتهم ودابا كلشي تقاد غير نفرحو بكم وتزوجو. زهرة سلطان ما قال والو ما غنجبش الموضوع معاه نقولها ليه تيقولها هو. قلتهم الفشوش هاي 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 ولكن جاو معاه. زهرة ضحكات وعنقات قلتهم لي ولات بحال الام ديالها. في المساء وقفت طوموبيلته في قصر العراقي عبد غير دخل الجردة بانت ليه قلتهم جالسة قرب لعندها غير شافته ابتسمات بحب. كانت جالسة فوق كنابي كبير. سلطان قرب عندها وتحنا حط راسو على رجليها والجسم ديالهم مدو فوق الكنابي. كلتهم بدات كتلعب ليه في شعره ونبقات كلشي سهلة بغيت نفرح بيكم ونشوفكم فرحانين. سلطان بوجودك حنا فرحانين. سكتات شحال ونبقات بعد تفكير طويل. تزوجة ولدي نتا وزهرة تبقاو هكا؟ سلطان سد عيني ونتقب برود وشكون قال لك ما مزوجينش؟ كلتهم ها كيفاش وامتى؟ قفوا هز يدها وباسة. كلتهم وراها مراتي راه غير نعسي على جنب الراحة. داو من حداها خليها مشوكية وطلع طلع ديريك الجناح ديالو. دخل الغرفة كانت يلا حطت سارة في كوشة نعس من بعد ما ردعاتها. سلطان شكون كتب عليك قال لك حنا مزوجينش؟ رجع خد واللور حيد عليه التيشيرت اللي كان لابس بقى نصو عليا ورجع قرب عندها. عرفتي انت وليتي مراتي نهار سنيتي على ورقة الزواج مني بكل الحب. زهرة شافت فيه باستغراب كتحاول تفهم كيفاش. رجع قرب له هو كيشم في ريحتها كيفاش ومكناس واش ما عرفتيش امتى؟ زهرة لا تشرح ليا كيفاش وقعت امتى. سلطان في البوتيك كتسني على لي كوموند والمعاملات ولا لا والفهم يفهم. حلات فمها كتحاول تصعب قدرت توصل بطا حتى وصلت لفكرة انها وخداها. زهرة وباش من حق تزوج بيا ولكن ما موافقاش؟ سلطان رجع راسو اللور ونطق بالاستهزاء على اساس انا واقف على موافقتك نهار شفت عينيك وليتي ديالي وتكتبتي في سمية سلطان العراقي. زهرة ما تنكرش انه عجبها الامر خصوصا انها بنتها تولدات في نطاق علاقة اللي شرعية دلات شفايفها مغنج وعجبها الحال واخا مقلقة ونطقات زربت عينيا ياك لا صدق لا والو زواج الغفلة سير في حالك. سلطان كيضحك عليها تبغي صداق كشيك ولا اسبيس؟ زهرة سير بعد مخاصمة معاك. سلطان رجع لعندها كنزر اللي بغيتي. زهرة سير بعد مني. أصبحنا وأصبح الملك لله. كان شاد في إيدها وكيدور في المول في الطبق العلوي. سلطان عقد حجبانه ما عجبو حال ما عندوش معاه هاد الدوران. سلطان قلت لك دوموندي كل شيء جيت للدار ولكن ما كتسمعيش. زهرة اوف صافي ما تندمنيش انا رهيت من الدار وقنت القنط ديالها. اصلا غناخذ غير حوايج خاصين بيا خاصني ناخذ اللي غنشوف اللي غادي يعجبني ومنها ندور شويه وناخذ لسارة كسيوة الحفله. تنهد ودارها في جنبه محاوطه بيدي وهي مبتسمه. وقفات قدام بوتيك خاص بالدراري الصغار فورما لمحات القطعه اللي خدات قلبها. شوف شحال زوينه سارة غتجي زوينه فيها. سلطان منتي زوينه بها ولا بلا بها؟ طلعت فيها هنا وضحكات مغرور
يلا غيهضر ويجاوبها. سوناتيلا ديالو هزو بعد خطوات مخليها موس عينها في اللبسه ديال البنيسات عجباتها، ما حسات الا بيد تحطات على كتفها. دارت مبتسمه وهي تخنزر، كان شاب باقي صغير، شافت فيه مخنزر ورجعت شافت جهة سلطان، حتى لمحاتو قرب مخسر وجهو كيزير على التلابين يدو غيهرسو. نطقات فيه باقي كتشوف فيه، الله يرحمك غير هرب حسن. وجا الشاب فين يتلفت حتى حس بيه شنق عليه، وجمعها معاه بالصرفيقة ما عارفش مين جاتو، خلات راسو يمشي ويجي ويدوخ. سلطان دق مع صبية، واش ما لاقينش لي ربيكم؟ زهرة دخلت ليه ارتكب فيه شي جريمة. سلطان صافي بعد من الدري، سلطان ما كيسمعش ليها، زاد بيه الحافة ديال الطبق وحط ليه راسو عليها. اش بان ليك اللي حكم النحسن اولا شنو؟ شاب نطق بزز كينهج، اسمح لي يا عمي ما نعاودش. زهرة وسعت عينيها وشدات الضحكة. سلطان طلق منه، الشاب عطى رجليه للريح ودار لقاها مكرشخة عليه الضحك. قال لي يا عمي. زهرة عمو اصلا شرفتي يا عمي. في بلاصة اخرى وقف سيارة قدام المول، فيها عدة اشخاص بلباس اسود، واحد فيهم هاز تلك يهضر، وي سيدي باقي مراقبينه. واخا سيدي كلشي غيكون هو هداك، قطعو نطق بامر اللي معاه، العملية غتم دابا وجدو ريوسكم. داز الوقت كملو الشوبينغ وخداو اللي بغاو، تحت تدمر سلطان من كثرة الدوران. وسير ورجع سلطان، اخر مرة نجي معاك لهاد المول، شفت فيه مدلية شفيفة مع البحال. ايوا انت اللي بغيتي. سلطان جرها لعندو وينطق، واش عند المياس ما يدير قدام غسالو؟ نبقات بغرور والفرحة باينة على ملامحها، عارفك طايح فيا سلطان وغارق فيك، راه كان بغيك. خرجوا من المول الباركينغ فين كاينة سيارتو، زهرة محاوطة بإيديها وخاشي وجهو في عنقها وكيهضرو. وصلوا للطوموبيل ويلاه كيحليها الباب، طلع حتى كتوقف نفس السيارة قدامهم، خلاتهم كينتبهو ليها. سلطان دار مخنزر من وقعتو حتى كيلمح رجال لبسهم مغاربش عليه، جاب زهرة ورا ظهرو وقع الصمت في المكان حتى كينزل واحد من الرجال والاخرين تفرقوا محاصرينهم. زهرة شدات السلطان في ايديه وهو زير عليها، الشخص سيزار كيرسل لك تحياتو وهذا كادو منه، صوب سلاح باتجاه زهرة. سلطان غير كيشوف فيه، النار خارجة من حيني، بقى يدي خاوية تسلحو ما عندوش، تلقات رصاصة متعطشة للجسد تخترقو. واللي كان مستهدف هاد المرة هو زهرة، إلا أن سلطان جا قدامها وتلقى رصاصة بدالها، كان غيضرب مرة أخرى إلا أن الرصاص جا من جهة معاكسة، كان النزار والفرقة ديالو قتلهم واحد واحد. سلطان شد على قلبه قبل ما يطيح قدامها، يدو تنطرات من يدها اللي شدها بها. زهرة اللي مصدومة كتسمع غير صوت رصاص، ما وعات إلا على صوت أصدى ديال جسد ديالو الضخم على الأرض، تصطدم جثة هامدة بدون حراك غارقة في دمها على وجهها ملامح الصدمة، وهي كتشوف قدامها جسد هامد بدون أدنى حركة. نزل قرب منهم وتحنى المستوى سلطان، الضغط ديالهم الخافض، عيطوا الإسعاف دابا. نزار زهرة، إيه زهرة، وعات فيا كترجف موسعة عينها كلها كترعد. نزلت على ركبي حداه، بقات بصوت باكي متقطع، سلطان لا شوف فيا سلطان فيق، كنترجاك ما ديرش فيها هكا، فيق توعدتيني فيق. كانت كتحرك فيه بالسيرية وكتبكي، فيق يلا فيق يلا يلا رجعوا للدار، فيق فيق سلطان. نزار زهرة ما ديريش هكا، صبري الإسعاف غيوصل دابا. زهرة اللي مسمرة بلاصة كتحاول تحرك سلطان، نوض بنتا كتسنانا اليوم غنديرو لها الحفلة ياك، اتفقنا غنبقاو مجموعين. فيق سلطان. إذا رجعت حنا لعندو قاس النبض مرة أخرى، وهاد المرة اللون تبدل في وجهو، نطق بصوت بسلاتم، النبض وقف. زهرة كتشوف فيه دموع شلال، كتحرك راسها على اليمين وعلى الشمال رافضة كلامه. لا 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 هو غيفيق، اه غيفيق، شادة وجهو بين يديها وكتضرب عليه، يلا فيق فيق. اه سلطان غوصات بحرقة، غوصة عبرات فيها على كل حاجة حاسة بها في هاد اللحظة، غوصة اللي زعزعات الكل حداها. كانوا في لومبيلونس، شادة في ايدو كتبكي، والمسعفين كيقادو ليه التنفس الاصطناعي وكيحاولوا يرجعوا ليه النبض. يلا حبيبي فيق فيق، عافاك فيق فيق، سارة كتسنانا فيق، عافاك ما نديرش فيها هكا راه غنموت بلا بيك، فيق قاس على حالتها. اما جسد سلطان ما كيستجبش، وصلوا لكلينيك وهبطوا. كانوا الممرضين كيتسناهم حيت علموهم، هبطو هي تابعة شادة في ايدو، هما دافعينو بالسر بال خطورة الوضع ديالو، هما غادين الدكتور اللي غيتكلف بيه التحق بيهم، شرحوا ليه الوضع ديالو. الدكتور وجدو غرفة العمليات دابا، سوريو صنب اه، ودخلو ديريكت الغرفة العمليات مخليين زهرة برا حالتها حالة بالبكا.
نزلت مع الحيط جالسة في الأرض حاسة بقلبها صافي غادي يوقف. داز الوقت مازال ما خرج لعندها. تحت كلشم جات لعندها وحسام مولين ومعها يوسف وابو سينا واشرف الكل مخلوعين على سلطان. زهرة غير شاف صنات مع لقاها كتبكي. شويه بعدات وبدات كتهضر مع كلشم بطريقه هستيريه وكتبكي. في نفس الوقت تحرك راسها يمين وشمال مره مره كتمد يديها وكتمسح دموعها. ما تبكيش هو ما غيوقع لي والو اكيد غيكون بخير ما يوقع والو حيت هو وعدني يبقى معانا ما يقدرش يخلينا انا وساره ما يقدرش. كلتهم كتمسح ليها على راسها ونطقاتها هي بالصبر رغم حرقتها. اكيد ما يوقع والو اكيد ولدي قوي حاجه ما غطيحو. زهره اصلا قال لي بلي عمو ما غيخليني. كلتهم هو غيكون قد وعدو ليك صافي غير تهدني. زهره هزت راسها شويه تفكرت ساره خاص نمشيو عندها ولا حاولوا يقتلوها حتى هي. اشرف قرب ليها وعنق تهدني قصر عليه حراسه مشدده راه نزار صيفط رجاله وتزادو حتى رجال سلطان اصلا الكل مات في المواجهه. قلتهم ما تخافيش بنيتي ما غيوقع والو. حسات بالارض مشات وجات تحتها دون كل ما اشرف وطحت على وقفتها جلسات. قلتهم جلسات جنبها اشرف شاف بوسينة ومشى لعندها كانت كتبكي عنقها كيواسي فيها وبقاو كيتسناو يجيهم خبر من خلف الابواب المغلقه. بعد المده ديال الانتظار طويله خرج الطبيب زول الكمامة وجهه مخطوف من اللون. زهرة غير شافته وقفت بلهفة مشات تجاهه ولا بخير ياك واش هو بخير. الكل تجمع على الطبيب منتظرين منو يفرحهم. الطبيب تنهد ونطق المريض قلبه وقف. زهرة غير سمعت اخر كلمات وحركت راسها بلا. زهرة لا 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 لهادشي ما يمكنش لا. غوتات على الحرارة من جهتها وطاحت مغيبة ما عقلش على راسها. بعد مرور عدة ساعات حلت عيني على سقف ناصع البياض بقات متساهية في الفراغ حتى استوعبت فين هي وشنو اللي وقع قبل ما تفقد وعيها. زهرة لا لا ما يمكنش السلطان ما يمكنش يخليني. نضت مخلوعة حتى كيبانو لها دايرين بها كاملين. زهرة شافت فيهم كاملين ودموعها كينزلو. سلطان وقع لي والو ياكو بخير. قلتهم قلبات لعندها كتمسح على شعرها ونطقات وراه بخير قلت لك ولدي قوي ما غيخليناش. زهرة ولكن الطبيب قال قلبه وقف. قلتهم ولكن هو بخير دابا انت بقيتي الوعد ديالك قبل ما يكمل الطبيب هضرتو. قلتهم استرجعت كلام الطبيب. دكتور قال لينا مدام زهرة الضغط نازل بزاف سي سلطان راه تجاوز مرحلة الخطر. فعلا قلبه وقف وسط العملية ولكن كان قوي متشبت بالحياة. قلتهم عاودتها لها بالحرف كلام الطبيب. زهرة رغم هادشي الا انها كانت باغا تشوفو بعينها باش تتأكد بغيت نشوفو. هزات كلثوم راسها عاونتها تنوض بعد ما لبسات لبسة ديال الخاصة بالغرفة الإنعاش. دخلت بخطوات تقال عندو كان ممدد جسمو الضخم شاد السرير كلو عاقد حداش بحجبانو. قربات لعندو جلسات هزات يدو كتبوس فيها ودموعها نازلين. ما كنتش عارفة بلي ولاتي الروح ديالي اللي ما نقدرش نعيش ونكمل بلا بيها. انت دخلتي لحياتي امتى وليتي انت اهم شخص فيها. مغرور كنت ما كنحملكش ما كنطيقكش ولكن حياتي بلا بيك ما كنطيقهاش. داب كنبغيك سلطان العراقي كنبغيك بزاف. رجع لي حياتي حياتي بلا بيك جحيم لا يطاق. بعد مرور جوج الاسابيع اسبوعين كان القصر كله مزيان بالبالونات في الورد والبيض. كانت حفله ديال الاستقبال ديال نجله سلطان العراقي حفله فخمه بزاف. تاجلات اسباب اللي وقع غير تحسن سلطه اول حاجه دارها انه يدير الحفله هاد الحفله الفخمه تلق بالاميره ديالو. كانوا كلهم مجموعين من غير يوسف ونادى اللي كانوا مسافرين بعد ما ضربوا لاك. هبطت زهره تحت تصفيقات الحضور هزه ساره بين يديها وهي مبتسمه الفرحه بين في عينها. قرب ليها سلطان شد لها في يدها قلبوا المكان المخصص لساره. كانت سكونه ملكيه من المخمل الفاخر محاوطينها البالونات في اللون البينك والبيض عاد طاولة ديالي كادو. سلطان كيشوف الزهرية في زهرة هايم فيها غارق في بحر عينيها. سلطان لون دي عينيك بحر كنتمنى نفنى فيه ونغرق. زهرة اصلا راك خلقتي عمرك تحلم تعتق من البحر ديال عينيا. سلطان كان بغيك نطقات بغرور عينيها عليه عارفة. قربوا ليها كلثوم وبوسينة فرحاني بسارة اللي كتبجغد قدامهم والناس كيباركوا بهم وكيحطوا لي كادو. في جهة اخرى المح نزار وقرب منه. نزار قلتها وغنعاودها بروك ضربة في عزكم. سلطان بغيت تقول العقبة ليك ولكن فاتك تران. نزار ضحك اما سلطان هنطق كيفاش كنتي داك النهار في المول. نزار
صراحة كنتي السبب باش شديناه من بعد ما تواصل معك، دونك حركة متوقع منه. سلطان شكرا. نزار العفو السي العراقي رجع لعند زهرة وسارة، وقف معاهم كيلعب بيدو مع سارة، فرحان وكيشوف طرف منه قدامه أميرتو كيف كيسميها زهرة، بنتي زوينة غتهبل دراري في شبابها. سلطان عقد حجبان مغموش وشاف فيها بعدم تقبل الفكرة. شنو شافت فيه عودة صدرتها؟ زهرة بنتي غتخطف قلوب الشباب اللي غيعرفوها غير وجد راسك. سلطان اللي ساخطة عليه مو يقرب لبنتي ويشوف بنتي بوحدي، حتى واحد ما يقرب لها. في هاد الأثناء وحدة من الحاضرات عندها وليد صغير كيتمشى، قربت لعندهم باركات ليهم، اما الوليد كيتشعبط كيشوف صار في الكونه. زهره غير لمحاتو بدات كضحك مدينه، شاف فيها وشارت ليه يشوف غوبش، هو كيشوف في الولد كيتعلق بغي يدخل عندها الكونه. جرو من الحزام ديال السروال وهزو حسن تبهت ليهم، بقى الكل كيشوف فيه. زهره كتول من الحشمانه. سلطان ضحك ضحكه صفر وحط الدري ودار عطيهم بالطهر. كمل حفلتهم في جو زوين مليء بالحب والعشق والضحك. في الجرده كانت جالسه واجل مهادمها نازلين. اشرف راه مقلتش لي كنت فارقه، غنمشي نقرا ونرجع ونكون مع بعضنا. شافت فيه بعينين دامعين. بوتينا ولا نسيتيني ولا مبقيتيش كتبغيني؟ اشرف شاف فيها بساس منطق. اذا تزوجي بيا ونديك معايا وحضيني. بوتينا الهضره محلت لها في حلقه، سات عينها فيه. كيفاش واش بصح؟ اشرف لا كنضحك اكيد بصح لبيله. بوتينا وقفت وقف معها، تلاحت عن نقاته مزير عليه فرحانه. في مكان اخر زهره سلطان درتي لي العزله والو ما درت والو ما نسهلش ولا شنو؟ سلطان هز راسو كيشوف فيها، ومال هاد العرس غير بلا ندير لها عمري العرس؟ زهره بصح ايوا شوفي غنتي. ابتسمت ليه فرحانه. دازو اسابيع غير قادو امورهم وكل شي رجع كيف كان والكل استقر في حياته. هذا كانت استقالات هي ويوسف خارج البلاد، الا انهم جاو يحضروا العرس سلطان وزهره. دات هاد الوقت كله توجع هاد العرس اللي غيتقام، والكل فرحان. بوسينة واشرف رجعو تاهما غير يحضروا العرس، اما مولي استقرات برا المغرب رجعت هي لخدمتها. عند زهره كانت جالسه قدام المرايا، البنات كيصوبوا ليها شعرها، بوسينة فوق سرير كتلعب مع ساره. زهره ممكن غير بشي تخفيفه ما تكونش مرفوعه بزاف؟ هزات البنت راسها بقى ولات كتقاد اللي طلباتو منها. زهره مره ترمي وجهها كتشوف جهه ساره ملي كانت بجلط وكتلعب برجيلاتها. عقدت راسها وكبرات ولات طيب ذو فنة نسخة تبقى الأصل على سلطان. تغبيشتو ملامحو لونعيني كل شي فيه. بوتينا سرسورة خدت منك غير لو البشرة ما سبق بحال درتي فوتو كوبي لخويا. زهرة ولادي الآخرين ما غيشبهوش لي أصلا، هذه بنتو هو تبكي عندي أنا وتسكت عنده. ضحكات بوتينا اللي التفتو الباب ملي دخلت كلتهم هاسة في يديها لبسة ديالها اللي وصلت كلتهم. هالكس وصلت زهرة بصح علقاتها وحلاتها، بقاو كيشوف فيها بإعجاب وزهرة الفرحة باينة في وجهها. بوتينا غتشي معاك خويا اللي جابها ياك؟ زهرة اه. بوتينا خويا عنده الذوق. زهرة بقات كتشوف فيها وهي عاطة على شفايفها. كلتهم يلا سربيونا بقى والو. شافت بوتينا وانتي نوضي تلبسي وسارة انا غنوجدها. يلا هزت راسها اه وخرجات. جايه خرجات غيجيو لغرفتها حتى كتحس بشي حد جرها. ابتسمت ملي شافته قدامها. بوتينا اش هاد الجرأة كلها سي اشرف اليوسفي؟ اشرف ما تخافش تخافش يشوفك سلطان. اشرف لا. بوتينا ضرباتو على كتفو وبزز هربات منو دخلت لغرفة تلبس عليها. في المساء كانت نجوم مزينة السما والاضواء في مختلف الوانها مزينة قصر العراقي. كانت حفلة كبيرة في غير شكون وشكون كان بين الحضور، دايرين به صحابو. كان سام حتى هو في جنبو ليزا بكريشها فستان اسود لامع جاي مع سموريتها. سلطان درتيها؟ سام ايه صافي بغيت ندير سنة وليدة ساسي سلطان تسردو انا لا ويلي. سلطان ضحك وداتو الهضرة حتى كيتسمع التصفيق. حول النظر ديالو للدرج ديال الحديقة، بنت ليه واقفة بستانها الابيض نجمة ضوية في السماء وردة مفتحة. سلطان بدا كيقرب لجهتها، عينيه ما فارقينش ابتسامتها اللي سحراتو. قرب لعندها شد اذهبي اليدين باس لها جبهتها ونطقت ونطق كنبغيك وغنبقى كنبغيك حتى النهار تمشي الروح لعند مولاها. زهرة كنبغيك وغنبقى كنبغيك حتى تهز الروح لعند مولاها. ابتسم وقاد يدو وتقدموا تحت انظار الحضور اللي فرحانين فرحتهم وحبهم اللي باين.
كانت الفرحة مالية القلوب في كل مكان، وعطر الجو ديالهم، قلوب اللي عانت بزاف والآخر نجحات. زوج قلوب كرهوا بعض وانتصر الحب عليهم وخلاهم يبغوا بعضهم. بوسينا قربت الموسيقى، المنسق الموسيقى خبرت ليه في ودنو عاد رجعت لعند زهرة وسلطان اللي كان هاز سهرة في غوب برانسيس في الأبيض. جاتها كتهبل بحال ماماها، خدات عندو سارة عطاتها الكلثوم وجراتهم هما مسايرين بالها. شارت المنسق الموسيقى ويبدا المزيكا، طلباتو منه، كانت أغنية رومانسية زوينة. بداو كيشطحو على أنغام ديالها بطريقة زوينة، وزهرة كتضحك وكتسمايل مع أنغام الموسيقى. صالت الأغنية والكل كيصفق ليهم، شد في إيدها قربوا اللطاخ اللي كانت كبيرة قطعوها، عاد هزا سلطان بين يدي قدام الناس. زهرة تزنقات وحشمان. سلطان الحفلة كانت زوينة، كل شي زوين، ولكن غتسمحوا لي نخطف مراتي. هو خارج بها وهي كترفض، كتفركي ليا بين يديه، لا ما نخليو السارة، لا لا رجع نجيبوها. سلطان درت ليه الطيارة، حطها حدا الطوموبيل، يلا طلعي وسكتينا هاني جاي. رجع لعندهم كلتهم امالك ثاني، سلطان غنخطف تبنتي، يلا ليلة سعيدة. خرجة وحطة ليه عاد ضحكات، طلع في جنبهم اكسيرة. دقائق من الطريق وقفوا قدام فيلا صغيرة مبنية بطريقة فخمة وراقية، بناء أوروبي الشكل. زهرة شادة سارة من إيديها ناعسة، هزت راسها فيه. سلطان هز يدها ونطق، هنا غتكون بدايتنا جديدة. دورت عينها على المكان وابتسمات، غنبداو بزوج ونكملو بزوج حتى لآخر نفس. سلطان حتى لآخر نفس، حنا وبنتنا. ابتسم بخبت، ولادنا، حط يدو على شفايفها، ولادنا سطري عليها غتولدي ليا بزاف. ضحكات عليه هو هبط حل الباب، خدا عندها سارة وهبطات مضاربة مع كسوتها. رجع مد ليها سارة مخليها كتشوف فيه باستغراب. فرق صباح هو يشتعلو بزاف ديال الضواو اللي ملولين، والضو في الأرض اللي مفرشة بالورد الأحمر على طول الدار حتى الباب. سلطان أميرتي أميراتي تفضلو. تحنا هزهم بين يديه، وزهرة خايفة على سارة، شي نهار غطيحني أنا وياها. دا دخل بيها وهي كدور راسها يمين وشمال على المكان اللي كان بحال شي حلم زوين، الورد في كل بلاصه بلون الاحمر. خطو خطمات خطواتهم الاولى في حياتهم الجديده اللي قاموا بزاف وتحداو، وفي الاخر انتصر الحب سلطان لزهرته، والحقد اللي كان في قلبها رجع حب. اثبت انه الحب اقوى من اي كره. بعد مرور 4 سنوات جالسين مجموعين في الجرده، خدوهم جوج بنيتات يكونوا مكملين العام، لابسين فساتين في الازرق. وزهره اللي غير مازالت زيانت مع الوقت وعمرات، جلست في الارض كتلعب معهم، وجلست جنبها كلثوم فين فرشي ليهم في الشرطه. زهره ماما ماما يا حبيبه ماما، شكون زوينه الد ماما ليليان حبوباتي. يضحكوا مع اما كلثوم ما قدها فرحه بحفيداتها. زهره دارت عندها، زهره شميت ريحه الحريره الحامضه. كلثوم لا بنتي ما كاينه حتى ريحه. زهره لا 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 كاينه خالتي، ويلي انا كنشم فيها هي فنيفي لاصقه وحامضه وبالكرافس. كلثوم شافت فيها بنظره تشكيك مصغره في عينها. كلثوم ياك ما شافت فيها؟ زهره بعدم فهم ونطقات، شنو ياك ما؟ كلثوم شوفي وكان. زهره شافت فيها مطور العاد، فهمات لاش لمحات ليها خرجت هنا. لا ما كاين والو من هادشي يا ماما، ما تخافيش. كلثوم قربات لعندها، شدات وجهها بين يديها، وعلاش غنخاف ويلي؟ انا بالفرحه هادي عمري هاد الدار كلها وليدات. زهره ماشي هكاك وصافي، راك عارفه البنات باقيين صغار، واصلا مبقيتش نعاود. كلثوم لا باينه درتي هانيت باينه. زهره لا 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 ما يمكنش. ناضت البكيه شادها وطلعت البيت. بعد مده خرجت من الحمام هاسه طاس ديال الحمل بين يديها وكتبان معصبه. انا قلت لك سلطان العراقي، قلت لك هزت اللي كتسنى هي جواب، رجليها كتخبط في الارض. سلطان روحي. زهره عزاك ياك سلطان، ياك بغيتي تغرقني ولا ياك هادشي اللي باغي؟ هي كتنقول، هو بعد تلي على ودني ونطق، والفرحه باينه في وجهه. دابا انت حامله، مبروك علينا مراتي، بتوام مره اخرى ان شاء الله. زهره واش كيحسب لك سهله باش نولدهم؟ راه انا ماشي قنيه، راه دعيتك الله. سلطان سلطان هاني جاي مراتي، مش هي شي حاجه؟ زهره مش هي قلت لك ابو البنات؟ سلطان بول البنات وعقبال جوج دراري اخرين وتكمل الفرقه اللي بغيت ندير. زهره كنكرهك يا سلطان، وانا كنبغيك. زهره تبغيك مصيبه. دخل كيتسلت البيت بعد ما عرفه باللي فيهم، هبطاتش من بعد ما هضروا، كيدور راسو يمين وشمال حتى خرجت ليه قدام وجهه. سلطان
كيخاف منها جالس كيقفقف. سلطان صافي ما بغيتيش نحيدوه عادي. ضرب فيها ودخل البالكون. خنزرة شافت فيه باستغراب كيفاش قدر يقول هادشي. دخلت عليه بحال العجاجة. كيفاش حيديت تسطيتي؟ لا غير قلت تسطيتي. سلطان مطالع البرود. ايوا انتي بنتي اللي ما فرحاناش بغي بيه، ما غنبز عليك حتى حاجه. زهر لا فرحانه، انا فرحانه. تا واش حماقيتي نتايا، انا فرحانه باي حاجه تجي منك. انا غير البنات باقيين صغار، انا هادشي اللي فكرت فيه. اما كيفاش عطاتك خاطرك تقول هاد الهضره؟ واش بصح سخا عليك سخيتي بيه نحيدو؟ سلطان الا بغيتي نعلق امك من رجليك. زهره ضحكات ورجع لها بس لها راسها مسح لها دموعها. زهرة بنت ولا ولد؟ سلطان اللي كان مهم يكون صحيحته. زهرة ولا كانت بنت؟ سلطان ومالها البنت؟ هزت راسها فيه ونطقات. غير الرجال زعما كيبغيو الولاد، وانا بان لي كرشي كتولد غير البنات. سلطان تفكير غبي، غيولو عندي ربعة الاميرات شكون بحالي؟ انا ولي ابو البنات، كيف كيقولوا ابو البنات كيعيش في الخنات. زهرة ضحكات وتمخشات فيه. جات قدامه فرحانة حتى دخلت سارة من المدرسة، مشات عند خواتاتها جلست جنبهم كتحمق عليهم فين ما لقات الفرصة كتلعب معاهم. قام راقبينهم، الابتسامة مرسومة على وجوههم. سلطان كنبغيك وغنبقى نبغيك حتى لآخر نفس.